وانا كمان بقول لحضرتك جراتي يا سيادة الرئيس، لان حضرتك اهتميت ببسملة من الناجي من الحروب، ركبت الطيارة، وكمان القوات المسلحة، وفرت لها اضراب صناعية. نظرة المجتمع اختلفت للناجي من الحروب. ترجمي بقى اللي انت قلتيه ده. هو انا كنت بس اتكلمت ورماس قطعتني، انا كنت بقول بس شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لاهتمامك ودعمك لينا. ده انا اللي بشكركم انتم رماس وانجي، وطبعا الفنان شيكو، اهلا وسهلا. ده انا اللي بشكركم انتوا اليوم بتاعكم ده، والله بيبقى يوم جميل قوي، وبنعيش عليه السنة كلها، بنعيش عليه السنة كلها. ربنا يوفقكم. ربنا يخليك يا ريس. يوم جميل عشان حضرتك معانا، والله